عمر، عمر مش دي شيرين؟ عمر انا بكلمك. ايوه هي. والمفروض بقى ان دي صدفه. ايوه طبعا صدفه. لا طبعا مش صدفه. من فضلك انا عايزه الناس كلهم يبقوا قاعدين، مش عايزه حد يقعد. يا جماعه مين دي؟ حد يعرفها؟ هو في ايه؟ دي شيرين طليقتي. يا نهار اسود، انت فاكر جاي تحتفل النهارده؟ انت ليلتك سودا. ايه دي موزه؟ مين دي؟ انا عايز اعرف مين دي. اقطم بقى، دي شيرين طليقه عمر. طليقه عمر؟ يا ابن المحظوظه. لا العيب. هو مش ده استاذ عمر؟ اه هو. طبعا دي مش صدفه. طبعا صدفه. لا والله ماشي. لو سمحت انا عايزه امشي دلوقتي حالا. امشي انت، اتجننتي؟ هننكد على الناس دي كلها ازاي يعني؟ اقسم بالله انا ما اعرف ان شيرين هتبقى هنا، وبعدين مش معقول عشان موقف شخصي بيننا ننكد على الناس دي كلها. ايه عالي بقى؟ انت ليه متخيل ان احنا لما نمشي كل الناس دي هتمشي؟ عايز الناس هتكمل سهرتها عادي. وطي صوتك بقى. بقول لكم ايه، انتوا هتقعدوا تتردوا كده كتير؟ داليا سيبي عمر جنبي هنا. بس دقيقتين وجاية. رايحة فين يا ديما؟ الحمام. حركات بلدي قوي ومفقوسة. سوري، انت بتكلميني انا؟ ايوه بكلمك. مش بس بكلمك، انا بحصرك. انت لما كنتي متجوزة عمر انا احترمت اللي بينكم. دلوقتي جاب دور عليكي تحترميني. عمر جوزي، وانا مش هسمح ابدا انك تتجاوزي حدودك معي. انتي جريئة قوي. اصحي يا ماما، انتي خطفتي جوزي مني. بس اشبعي بيه، انا مش عايزاه. هقولك بس على حاجة، الدنيا دي دوار كما تدين تدان. هاي. اهلا. اتكلمتي معاها؟ انت عايزه تفهميني اللي بيحصل ده طبيعي وصدفه؟ جاوبيني الاول، اتكلمتي معاها ولا لا؟ ايوه طبعا اتكلمت معاها. قلتي ايه يا زفت؟ شيرين. افندم. ايه اللي حصل جوه؟ والله تقدر تسال مراتك، ما تسالنيش انا. دلوقتي احنا نقعد نتكلم مع بعض كده وهي قاعده تستفرد بجوزي بره؟ اتفضلي. طيب قولي لي حصل ايه؟ كمان واقف بتتكلم معاها؟ ايه اللي حصل جوه؟ يا سلام، على اساس ان انت كنت بتتكلم مع مين مثلا؟ دي صوتك بقى يا جماعه، يا جماعه شكلنا بقى زي الزفت. انا اسف، اسف جدا. انا اللي اسف، انا اللي اسف. اجري اجري ورا، روح اجري ورا. ممكن صورة؟ سوري مش وقته. بتنكى قوي، ايه ده؟ انت عارف من الاول. انت مش بتنزل ليه؟ اطلعي هنا شوية وجاي. اطلع. في ايه يا عمر؟ وحشتيني. وحشتك. ايه اللي وحشك فيه؟
مش ندخل نتكلم جوه؟ لا مش هينفع. تدخل بصفتك ايه؟ صفتي عمر. عمر اللي قدامي انا معرفوش. صفتك الوحيده اللي انا بحترمها وبقدرها هي انك ابو احمد ابني. واحمد نايم دلوقتي. وبعدين انا مستغربه قوي يا عمر، انت جاي تتكلم وعادي خالص ولا كان مراتك لسه مبهدلاني؟ انا اسف جدا، انا معرفش ايه اللي حصل بينك وبينها، بس يعني لو كانت ضايقتك فانا بعتذر لك. شكرا. من فضلك يا عمر، وجودك هنا في الوقت ده مش مناسب خالص. ممكن من فضلك تمشي؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ لا، تصبح على خير. ايه السؤال؟ انا ما وحشتكيش؟ تصبح على خير يا عمر. تاني؟ قالوا تاني؟ طيب انت من اهل. باي باي. مالك فيه؟ أنا بكلمك. ساعة السكوت بيكون إجابة. بتعيطي ليه؟ أنا مش بعيط. والله؟ أنت مش شايفة وشك عامل إزاي؟ وشك كله دموع. في إيه؟ اتضايقتي ان انا ما طلعتش معاكي؟ انت كنت فين يا عمر؟ كنت عند شيرين صح؟ ايه العبط ده؟ ايه اللي هيوديني لشيرين؟ مش فاهم يعني. بعدين انت ازاي تفكري كده اصلا؟ بجد؟ ايوه بجد يا حبيبتي. شيرين دي طليقتي وام ابني، بس ايه اللي هيوديني ليها النهارده؟ ما اعرفش، أنا حسيت كده ومش حسيت، بس أنا متأكدة. حبيبتي كل الحكاية إن أنا اتضايقت من اللي حصل النهاردة في المطعم، وقلت إن أنا لو كنت طلعت معاكي البيت كنا هنتخانق، وأنا مش عايز يحصل بيني وبينك أي مشاكل. بجد يا عمر، يعني أنت بتحبني أنا صح؟ طبعاً طبعاً بحبك، طبعاً بحبك أوي أوي كمان. ما كانش ممكن الليلة دي تخلص من غير ما اشوفك واتكلم معاكي. ما تستغربيش، انا مش فاهم حاجة. ده بيموت فيكي مش بيحبك. معقولة؟ انت حسيتي كده بجد؟ طبعا، دي واضحة جدا. طبعا عودي عودي. قوليلي بقى حسيتي كده ازاي؟
علشان انا مريت بنفس الموقف ده من 3 سنين. ازاي؟ بصي انا متجوزه بقالي 5 سنين. بعد 2 سنين حصلت مشاكل كتير جدا بيني وبين جوزي، انفصلنا بس من غير طلاق، بس كنا متفقين على الطلاق. لحد ما في يوم اتقابلنا في السينما بس صدفه. كنت ساعتها خارجه مع ناس صحابي من الجامعه، جت قعدتي في السينما جنب ولد بس قمر، مش قادره اقول لك، مز يعني، بس والله العظيم زي اخويا. المهم يومها جوزي ما شالش عينه من عليا بصراحه، ولا انا كنت هحولي من كتر ما انا ضربه عيني عليه، وكل ما اتحرك كده ولا كده من مكاني ولا اعمل نفسي بجيب حاجه لقيه متنح لي وباصص لي. كان مطنش الفيلم، مطنش حتى البنت اللي معايا، كانش على بعضه خالص. واول ما روحت تليفونات بقى ومسجات. تخيلي بعد 4 شهور انفصال رجع لي اول ما حس ان ابتديت اعيش حياتي طبيعي جدا من غيره. متحملش. اللي هو يعني هي ازاي عايشه حياتها كده عادي ومش متقطعه؟ بالظبط. انت عارفه لو كان عارف ان انا بقى تعبانه وبعيط وبتفرج على صورنا وبتقطع ما كانش عمره رجع لي. بس لما عرف ان انا مبسوطه وبخرج وبتفسح وعايشه حياتي طبيعي جدا رجع تاني لحد عندي. سبحان الله، ايجو الراجل هو اللي بيكسر. الرجاله دي كائنات غريبه قوي. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل. انا حكيت لك كل حاجه وخلاص. يعني انت حاسس انك استعجلت في موضوع ديما؟ لا مش موضوع استعجلت، انا لسه بحب ديما برضو. ديما طيبه وقلبها ابيض وغلبانه هي عامله فيها البت الفوكس، بس هي قلبها ابيض جدا وطيبه جدا. الموضوع مش في ديما، الموضوع في شيرين. شيرين اتغيرت خالص يا ايهاب، اتغيرت خالص. رجعت شيرين اللي انا اعرفها من ايام الجامعه، شكلها وصوتها وطريقتها. شيرين كانت اختفت وفجاه لقيتها ظهرت قدامي. بس مش تفاهه شويه موضوع ان كل ده علشان هي حلوت شويه؟ إيهاب أنا شيرين وحشاني من قبل ما أشوفها، وبعدين هي ما حلوتش بالمعنى الحرفي، هي رجعت تاني شيرين اللي لو كانت فضلت موجودة أنا ما كنتش سبتها من الأساس. مش شرط على فكرة. يعني أنت شيرين لو كانت معاك تمام وزي الفل وما اتغيرتش ودي ما ظهرت في حياتك كانش هيحصل حاجة؟ آه ما كانش هيحصل حاجة. يا راجل. يعني ما أعرفش بس يعني أكيد لو كانت فضلت شيرين اللي أنا أعرفها من زمان ما كانتش هتبقى سايبة مكان لحد تاني يدخل مكانها. ايوه بس خلي بالك مش معنى ان هي حلوت شويه ولا صوتها رقى ان هي تكون اتغيرت. ممكن يكون التغير ده كله من بره بس شخصيتها زي ما هي. ما اعرفش انا اكتشفت ان انا لسه عندي مشاعر تجاه شيرين. انا بحب شيرين يا ايهاب. حبيبي يا حنين، يعني انت دلوقتي بتحب 2؟ هو ممكن؟ ما اعرفش، انت اللي تقول لي. انا عن نفسي ما بحبش حد اساسا. ده انا جوزي بيعشقني، خديني مثال. عارفه ليه؟ عشان بعمل له كل اللي هو عاوزه من غير حتى ما يطلبه. صدقيني الراجل المصري بيحب يحس بجبروته وقوته. انما انت عامله كده زي المراه الحديديه وده ما ياكلش. طب جربي كده تقولي له انا هسيب الشغل وهكون ليك لوحدك هيرجع لك على طول. بطلي فاتي يا رانيا بقى. انت عارفه كويس قوي ان ايهاب بيخونك، فبيعشقك ازاي؟ حتى لو هو ما يقدرش يستغنى عني اصلا. لا يا رانيا غلط، انتي مش لازم تستسلمي لكده. لازم جوزك يعرف ازاي يحترمك ويحترم علاقته بيكي. يمكن عمر مشي علشان انا قصرت في حاجات من غير ما اقصد، بس انتي اللي مولعه له صوابعك العشرة شمع. يعمل معاكي كده ليه؟ انتي عايزاني اتطلق زيك؟ عايزاني اعيش لوحدي؟ انا ما بخلفش وما عنديش اخوات، وامي وابويا ماتوا، اروح فين؟ ان ما كانش يعمل كده لوحده ويحترمني انا ما اقدرش اعمل اي حاجه. انا اضعف من ان انا اعمل اي حاجه. لا يا حبيبتي غلط برضو، بالعكس انت ست قويه قوي، قويه قوي. بصي ايهاب لو ما قدركيش ومعرفش قيمتك ومعرفش يتعامل معاكي ازاي يبقى لازم يبقى عارف ان انت اللي هتمشي. انت عايزه تخربي عليا؟ بقولك ما بخلفش. انت عايزاني اتطلق زي ما انت اتطلقتي؟ انا غلطانه ان انا جيت لك اصلا.